السلام على سيدنا محمد. ابو علي راجع من سفرته من ايران من لهواز عبدان وجاي نشيط والنخل يناديه وهذه النخله. ابو علي اريد احكي وياك، هاي النخله شنو؟ سمعرانه. لا هاي انت زرعتها؟ من وين جبتها هاي؟ ما شاء الله. ليش سموها سمعران؟ بس على السابق هاي من زمان سمعران. وديك اللي هناك هم انت جبتها؟ وهسه انا بنروح نشوف النخل الثاني. ديك برحيه. برحيه كم عمرها؟ والله انا حولتها من ذي الصفحه لها الصفحه. شلون عرفتها برحيه؟ شلون؟ وهاي؟ هاي برحيه. صدق كذب؟ شنو تختلف البرحيه عن السعمرانه؟ خلالتها كبيره. الله بيها لذه. تعال هنا خلينا نأرخ نخل عيال الرفاعي. سيد يوسف، السيد هاشم، السيد احمد الرفاعي. هاي نخله زرعها خالي حامد سيد ابراهيم سياسين احمد. قل لي اول شيء هاي النخله شنو؟ ادري هاي النخله شنو؟ الله يخليهم لك. ان شاء الله. هاي شنو؟ قل لي هاي شنو؟ هاي هم سعمرانه. صدق؟ والله. وهاي سعمرانه. وديك هاي هم سعمرانه. وذني اللي هنا هذيل شنو؟ الصغار. هاي الصغار هم سعمرانه. الله. وديك ديك هم سعمرانه. سبحان الله. الحين الله يرحمه خالي سيد حامد ابراهيم ياسين سيد احمد الرفاع الله يرحمه والخالي سيد علي يقول النخله ما ينقط منها شيء. ليش؟ ما ينقط. بركه بركه. نعم. شنو هذا اشوف الخبازين ياخذون هذا السعف وينظفون فيه. نعم. التنور. نعم. وشنو بعد؟ كلها بركه هي. وبيها تطلع ينوكل كل شيء بيها. والتمر والسعف شنو ينظفون؟ ينظفون فيه التنور بعد. اي نعم. ويسوونه زبيل مو؟ نعم. وخوص. نعم. وانت ببيش انت هل الحين تقضب النخله ببيش؟ حسب الطيبين. حسب طولها ولا بس شغل؟ لا شغلها وتنظيفها. النخله بدينارين؟ بها دينارين، بها اربعه، بها خمسه. صلي على محمد. اللهم صل على محمد وال محمد وال بيت محمد.